الشمال باكملهم. هذا التراث اللامادي اليوم الوزاره الثقافه الهدف ديالها هو الحمايه ديال هذا التراث اللامادي في اطار يعني تشجين ديالهم العناصر ديال التراث اللامادي في مؤسسه اليونسكو ومؤسسه اليونسكو. والهدف بالطبع لما كنتكلموا على التشجين هو التعريف ديالو هو الحمايه ديالو وطنيا ودوليا. وراء هذه الحمايه وهذا التعريف هو خلق ديناميه وراء هذا المهرجان اللي غتخلي سياح العالم يجيو يكتشفوا هذا المهرجان. ولما كنتكلموا على السياحه الثقافيه كنتكلموا بالطبع على الاستثمارات اللي غتهم هذه المنطقه ولما لا فرص الشغل اللي غتقدر يعني تعيش من هذه المنطقه عبر هذا المهرجان. انا متيقن بان السياحه الثقافيه والصناعه الثقافيه عندها دور كبير اللي تلعبوا في مجموعه مناطق المملكه بما فيهم اقليم العرايش. ونوبة الماطة تنطلق على بركة الله على مدار ثلاثة أيام. الفعاليات غتكون على يوم ثاني يونيو إلى غاية رابع يونيو بإذن الله تستمر هذه الفعاليات. اليوم عشتوا معنا الافتتاح ديال مهرجان ماطة الدولي التي ينعقد تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فماطة عندها قرون لان هذه دوره عصريه ولكن عندها قرون في المنطقه. ارتباط روحي وبالنسب مع القطر الباني مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنهما. التواجد ديال المناطق الجنوبيه المناطق الصحراويه اللي هما دائما كيتواجدوا معنا في مولاي عبد السلام وكذلك كيتواجدوا معنا في ماطا لان هذه التربيه وهذا حفاظ بفضل رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا الحفاظ على هذا التراث الجبلي على فروسيا اللي كيركبوا بلا سرج ولكن
كذلك حفاظ على التواصل، على المحبة، وعلى الانفتاح كذلك على الخارج. معطى صفحة معطى فضاء للحوار ديانات، كتشوفوا بأنه كيحضروا معنا عدد شخصيات من العدد من الدول اللي كيجيو كذلك يعيشوا معنا هذا العيد هذا. نحن جد سعداء لأن كنشوف بأنه سنة على سنة الشباب كيركبوا على الخيل وكيمارسوا معطى، فإن شاء الله بإذن الله غادي نحفظوا على التراث. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي